علينا أمانة تركها الشهداء والمجاهدون، بينها أول نوفمبر، بيان أول نوفمبر. وقد أشار الأخ أحمد لهذه الأمانة لما ذكرنا بما جاء في هذا البيان. لقد جاء الحديث عن هدف الثورة بالقول أن الثورة إنما تريد أن تقيم دولة جزائرية، ثم وصف هذه الدولة فقال ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة، ثم بين المرجعية لهذه الدولة ضمن إطار المبادئ الإسلامية، فيكون بذلك قد حدد الهدف بوضوح ووصف هذا الهدف وترك هذه الأمانة في أعناق أبناء هذه الأمة. ويسفني أن أقول أن الذين تولوا الحكم منذ الاستقلال إلى اليوم ما وفوا على الإطلاق للشهداء بهذه الأمانة. تعلمون أن التزوير مش فقط جريمة، بل التزوير جريمة والرضا به جريمة أكبر.